جادت سيدي خمار شارع خالد ابن الوليد لاحقا. من الناحية الجنوبية الشرقية لشارع جمال باشا القصر لاحقا، فهو المتمم والواصل ما بين محلة السنجقدار وبين جادة الدرويشية، وفي منتصفه الجنوبي كانت هناك جادة تعرف باسم جادة سيدي خمار، والممتدة من شارع جمال باشا والمجاور لمحطة الحجاز إلى جادة باب أسريجة. فوسعها عند بدايتها والي الشام العثماني من أصل عربي، الوالي عارف بيك المارديني في سنة 1912 للميلاد، وجعل لها منصف بحدائق جميلة على طول 1000 متر، وزودها بالإنارة على طرفيها ذهابا وإيابا، وذلك أيام السلطان العثماني محمد رشاد، وأطلق عليها اسم الجادة الرشادية نسبة إلى السلطان العثماني محمد رشاد الخامس صاحب الليرة الذهبية الرشادية الشهيرة، وتم توصيلها مع جادة سيدي خمار. والجدير بالذكر أن حارة سيدي خمار هذه كانت تفصل بستان الشربيشات إلى قسمين، وتعود تسمية الشربيشات إلى البستان الكبير المتواجد بتلك المحلة، والكلمة تركية الأصل لم يرد ذكرها عند جميع مؤرخي دمشق، ولم أعثر على أي خبر عليها، ولكن بحسب خبرتي ببعض العائلات التركية، وأظنها أنها اسم لعائلة تركية استوطنت الشام شريف أيام صدر أسبق مدحت باشا، ولا زالت هذه التسمية متعاملا بها إلى اليوم، بينما اختفى البستان حين احتلته الكتل الإسمنتية رويدا رويدا حتى ضاعت معالمه. وسيدي خمار كما ورد في الحوليات الأثرية أنه دفن في تلك المحلة، والمعروف باسم ذو مخمر الحبشي، وهو صحابي جليل، فقد ذكر أنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الشام وبها توفي، ودفن في حي القنوات في المحلة المشهورة باسمه. وكذلك دفن في تربة سيدي خمار أيضا أمير الجردة أمير الأمراء موسى باشا المعراوي، وموسى باشا هو باشا الجردة، فحين مات حملوه وجاءوا به إلى الشام، وكان دخوله إلى البلد في أول الليل، وثاني يوم دفنوه في تربة سيدي خمار. وهناك طرفة ذكرها فضيلة الشيخ بكري بن عبد المجيد الطرابيشي رحمه الله، فقال أن مقام سيدي خمار ما زال في الشربيشات بشارع خالد ابن الوليد، وقصته أن 2 من الأتراك مات حمارهما ودفنوه وبنوا عليه، ولا يلفظان الحاء إلا خاء، فسئلا عن المدفون فقالا هنا دفن خمار، ثم شاع الاسم وصار مع الوقت يعرف باسم سيدي خمار. وعجبي، لا أدري صحة هذه الطرفة من عدمها، فهي على ذمة الراوي. وتبدو الجادة الرشادية شارع خالد ابن الوليد لاحقا في نهاية ثلاثينات القرن العشرين، ونشاهد الجزيرة الخضراء المنصفة للشارع، وإلى اليسار يبدو الطابق العلوي لمحطة الحجاز ضمن جنينة المحددة الغربية، وإلى اليمين قطعة المدفعية مكان عمارة الهاتف الآلي اليوم، وقبله من المقدمة كانت جنينة المحددة الشرقية، كما يظهر بالعمق مبنى سرايا الحكومة ذو اللون الأبيض والمتاخمة لساحة المرجع على طريق الجمهورية. تبدل اسم الجادة من الجادة الرشادية في أعوام 1922
إلى عام 1924 إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا ليحمل اسم أحد قادة جيش الشرق الفرنسي المرابط في دمشق العقيد الكولونيل كاترو، فصار اسمها جادة كاترو نسبة للكولونيل المذكور. ونرى شارع خالد ابن الوليد، ويبدو في طرفي الصورة سيارتان لرش الماء تقومان بسقاية النباتات المزروعة على طول الجزيرة الممتدة في منتصفه، وتبدو الكتابة الواضحة على سيارتي رش الماء، وقد كتب على شمسية سائق السيارة في يمين الصورة بلدية دمشق رقم 12، وهو الرقم السيارة المتسلسل بالنسبة إلى بلدية الشام. وعلى مقدمة غطاء المحرك فحملت عبارة بلدية من سبلتي بالفرنسية. أما السيارة الثانية فقد كتب على شمسية السائق في يسار الصورة بلدية دمشق 13، وهو رقم السيارة المتسلسل بالنسبة إلى مصلحة بلدية الشام، وكذلك على مقدمة غطاء المحرك فحملت عبارة من سبلتي. ويبدو أن سائقها أو مساعده كما ذكر الدكتور قتيبة شهابي أنه أراد كالعادة أن يظهر في الصورة، فأطل برأسه خارج غرفة القيادة. والملاحظ أن كلا السيارتين لا تحملان اللوحات الرقمية المعتمدة حاليا، لأن ما كتب عليهما كان كافيا للدلالة عليهما.